مرة من جديد رح ننتقل أنا وياكم عند الشيف علي مع ورشة ملح وهالمرة مع المهلبية. أحبائي المهلبية اللي رح نعملها اليوم هي المهلبية بالكرز، وفينا كمان حنعملها مع الشوكولا. مثل المهلبية اللي عادة نحن بنسوي بالبيت نفس الشيء، ما تغير شيء. حاطين على النار لتر من الحليب، حاطين معه 100 جرام من السكر. عندي هون من اللتر الحليب اللي حطيناه على النار اخذنا منهم تقريبا شي كباية، لحتى حطينا بقلبهم النشا. قبل ما يغلي الحليب بشوي بننزل النشا بقلبهم بهذا الشكل، لحتى النشا يبلش يفوت بالحليب ويمزج بقلبه، وما يكون عندي اذا حطينا النشا بالاخر بيكون الحليب عندي دغري بكبتل. مفروض من مجرد ما لقينا ان احنا الحليب صار دافي بننزل بقلبه النشا، لكن مثل ما قلنا لتر من الحليب 80 جرام من النشا و100 جرام من السكر، بنحطهم على النار لحتى ننطر عليهم شوي صغير لحتى هيك يغلوا. كمان نحن حاطينهم على النار، يعني بهالوقت نحن بنحط معهم شوي صغيره من المسكي، رشه صغيره من المسكي. اذا مثل ما بتلاحظوا هيك الحليب هيك بلش يشدوا على بعضهم وياخذوا بعضهم. هون نحن السر بالمهلبيه لحتى تطلع عنا طيبه، النشا مفروض ما ينحط، هو الحليب سخن، يعني مفروض مجرد ما يدفى الحليب بننزل معه النشا وبنضل نحرك لحتى ياخذوا بعضهم وطعمه النشا القويه بتروح بقلب الحليب. خلينا لكن مشاهدينا نشوف المقادير اللي حتطلع عنا على الشاشه. مثل ما عم نشوف لكم مشاهدينا، لتر من الحليب 75 جرام من النشا، وعندنا كمان رشه صغيره من المسكي والميزهر و100 جرام من السكر. هلا عندي هون نحط لهم شوي صغيره كمان من الميزهر، اكيد ما ننسى بدنا 100 جرام من القشطه لحتى نزين فيهم، وعندنا الفستق الحلبي وزهر الليمون او الكرز او الفريز حسب ما نحن بنحب. هلا هون حقوي النار شوي صغيره، اذا لاحظتوا المهلبيه عندي هون بلشت تشد وبلشت تغلي. رح ناخذ لوشه صغيره. هلا نحن حسب ما عندنا بالبيت فينا نفضيهم بقلبه. عندي انا هون مثل هدول رح افضي بقلبهم المهلبيه بهذا الشكل مثل ما شايفين هيك، بنفضيهم بقلبهم وبدنا ننطرهم اكيد لحتى يبردوا بنحطهم بالفريزر. انا حاطط شوي صغيره بالفريزر، رح نجيبهم سوا ونزينهم. بهذه الطريقه مشاهدينا بس يشدوا المهلبيه بتطلع عندي جامده، بشيلها انا بهذا الشكل وبنحطها بالقالب مثل ما عم نشوف هيك. لاحظين كيف شدت، بس نحطها بالبراد. بدنا نحاول قد ما فينا اكثر وقت نخليها بالبراد بتشد معنا اكثر. بهذا الشكل هيك عم نحطهم. هلا عندي هون القشطه، رح ناخذ شوي صغيره بنحطها عليها من فوق. اكيد هذه القشطه خلطينها مع شوي صغيره من صوص الشوكولا بتعطيني هذا اللون البني، بتعطيني كمان طعمه طيب. مثل ما عم نشوف بهذا الشكل هيك صاروا حلوين. عندي كمان الفريز او الكرز او شو ما حابب انا عندي بحطهم بهذا الشكل هيك، اكيد الكرزات بيكونوا مغسلين وحلوين. عندي كمان شقفة صغيرة من الكيوي بنقطعها بهذا الشكل، ناخذ شقفات الصغار ونقصها بهذا الشكل. فينا كمان اذا حابين الفريز نخليها بالعوده تبعيتها كمان ما في مشكله، بنحط الكيوي فينا نحطها حد منا هون تعطينا شكل حلو هيك، وفينا نحط عليها من فوق. هيدي هي المهلبيه تبعيتنا، جربوها انا بنصحكم فيها. الف صحتين
ولك غلا. ميرسي لك، بتجنن منظرها. هلا بعد شوي رح نجي نبلش ندوق، لانه كمان مره اكيد مع ختام عالم الصباح رح نرجع ننتقل لعندك، انما هلا حان وقت الشوبينج اكيد مع دومينيك وتي في شوبينج. دومينيك صباح الخير. صباح الخير غدا، كيفك اليوم؟ منيحه وانت؟ شو هالويكند هيك عطيتينا افكار لحتى اليوم واحد في عنا اربع ايتمز عايجين كله ملون. رح نحكي عن ثلاثة ايتمز وايتم واحد فيه معه الافر. اول شيء رح نبلش بالاورجرينيك يلي هن ست طناجر، الباك تراب يلي خرج البرغش كثير هلا، والنودو نايف كثير لان هلا قويه بكثره، والنودو نايف يلي بيجي معهم الافر تبع الكيبيز. اوكي، هلا فينا نبلش بالاورجرينيك يلي هو ست طناجر بس شوي سبيشل، لانه اول شيء معمول من سيراميك من جوا والومنيوم من برا. هلا بحكي شو بينفعوا هول، شو بيميزون عن غيرهم. بيجي هن ثلاث طناجر، بالاحرى طنجره وحده غميقه كثير يلي هي فاميلي سايز، مع الغطاء تبعها. نحن عم نحسب الغطاء هي لازم تجي يعني هي مثل ما هي، بس هن لانه بيعدوهم سبع قطع مجبوره تو منشن انه الغطاء هو قطعه منهم. بيرجع في هيدي المقله يلي مقله بس شوي ديب اكثر، يعني فينا نستعملها كمان كطنجره مع الغطاء تبعها يلي هيدا كمان بيعملها غير عن البقوه. هيدي البان يلي هي معموله خصوصي كرمال تو جريل لنشوي عليها ان كان خضره او لحومات، بالاضافه الى هيدا السكين يلي هو كثير قوي وخارج كثير اللحمه والدجاج من بعد عنه، والريسبي جايد بوك يلي بيعطينا كثير كثير افكار حلوه وجديده نقدر نستعملها بهدول السات تبع الطناجر. سو نحن بنعتبر انه مع الريسبي بوك والسكين والاغطية بيطلعوا سبع قطع، وانا لازم شدد لانه كثير اوقات بيشتروا وبيفكروا انه المفروض يطلع لهم سبع طناجر. اوكي، بيكون مكتوب على العلبة 7 بيسز، بينما هن ثلاثة فعليا، ثلاثة فعليا مع الاكسسوارز تبعهم. هلا شو الفرق بينهم وبين الطناجر البقوي؟ الفرق كبير انه اول شيء معمولين من جوا من سيراميك، يعني السيراميك بخليهم يحموا اسرع من غيرهم، يعني بنكون عم نوفر غاز اكثر من استعمال غير طناجر. بعدين كثير معمولين الكوتينج تبعهم خصوصي انه فينا ما نستعمل ابدا ابدا ولا زيت ولا زبده، ما بتلزق ابدا ابدا ابدا. يعني في كثير اوقات بالمقلي هلا مثل ما مبينين على الدعايه، البيضه بيفقشوها مثل ما هي بلا زيت بلا زبده، وبيقدروا بدقيقه بتبرم المقلي وبتنزل بالصحن. الاوملات بينفخوها بتطلع لوحدها كثير كثير مهضومه. قصه النفخ كمان خبروني عنا هلا، بدي اشوفها. ايه سبيسيال بالفيلم عم بيبين. الفكره منها انه ما بيلزقوا الاكلات ابدا، يا حي عم بينفخوها هلا، ما بيلزقوا الاكلات ابدا عليهم، منا مضطرين نفوت شحوم ودهون على زياده على جسمنا، منوفر كمان هول كلهم، وما منحف يعني بالجلي، مش مضطرين ابدا ابدا نستعمل ولا سيخه ولا اشياء يلي بتنزع وبتخدش الطناجر. بعدين من برا معمولين من الومنيوم، يعني حتى ولو لزق اشياء اجبان او نحن عم نغليهم لزقوا اوقات على البوردرز احمليها، منا ثقيله بالنسبه لكبرى. بعدين الحلو فيها انه هول كلهم بيتفوتوا على الفرن، يعني حسبي يو جريلد. ايه هيدي اكيد مثل ما بنستعمل الجوت بدنا نحط الكف ونحملها فيها بس كرمال ما نحرق ايدينا. بس اذروايز هن معمولين خصوصي يعني كرمال يتفوتوا كمان على الفرن. صينيه هي اكزاكتلي مثل صينيه فيك تعملي فيها، بتحطي بتصفيهم وتفوتيها على الفرن. صح صح، كثير براتيك وكثير هافي ديوتي. يعني بتشتريهم مره بتحسيهم انه للعمر، حلوين ومرتبين وهافي ديوتي كثير. حتى عملوا اكسبيرمنت عليهم، مشوا الجيب على هيدي المقله الصغيره، البقوه كلهم تجعلكوا اكيد تكسروا على الجيب، هيدي الوحيده يلي ابدا ما صار لها شيء ولا تجعلكت لانها كثير معموله بطريقه فيك تشبقي اذا معصبه من حدا. هلا الشبق منيح كثير، خرج الشبق.
طيب بس سؤال، في منهم غير لون ولا؟ لا هدول بيجوا بس بهيدا اللون، وهيدا السكين كثير معمول بطريقه شكله مع خصوصي كرمال الحومات والاشياء الكبيره اللي بدنا نقطع فيها. سعرهم الاورجانيك 110 دولار، كمان واصل لعندهم بدون اي تكلفه اضافيه. الريسيبي بوك يعني بيقدروا يتابعوه بالتفاصيل، يوزنج هدول التناجر فيهم، بيطبقوا الروستات عليهم، كثير بتعطيهم افكار جديده. اوكي، الايتم الثاني رح نحكي عنه هو الباك تراب يلي ما عم نلحق بيع منه قد ما انه براتيك، وخاصه هلا بالموسم الصيفي والبرغش ما فيني اقول لك قد ايه بينفع. هيدا الضوء تبعه اليو في مثل ما شايفين، الضوء الازرق والمهوية الصغيره الخفيفه كثير يلي بقلبها، هيدي بتعمل شغله انه الكومبينيشن تبعهم بتجذب البرغش الحشرات وبتنقي الجو بالمهوية تبعها. اوكي، هلا كثير سهله طريقه تنظيفها، ما قلنا غير نفكها هيدي من تحت بارت، نبرمها وهي ديجا في برغشتين هون، مننظفها منصوبنا ونرجع منردها بهالطريقة وخلصت القصة. يعني في كتير أوقات ومندورها وقتها بدنا، هيدي بتمشي كمان نويصة زرقاء خفيفة كتير بالليل بالقوات عادة. بالقوات بتجنن. وشو كمان قلت بدي أقول، بتمشي بتنقل الجو وبتنحط برا وجوا أكيد بمحل مسقوف، وما بتعمل ولا ريحة تشوشط وقتها بتلقط البرغش ولا صوت، يعني ما في كتير مكانات بيعملوا صوت مثل اكزاكتلي تشرقط بتشرقط أنت والبرغشات سوا. هيدي سايلنت، يعني ابدا ما في ازعاج منها، بتموت على السكت، على السكت لوحدها بلا ما نتضايق نفسيا ابدا. اوكي، سعر الباك تراب 43 دولار وكثير بنصح فيها هلا للموسم. اي طبيعي، واذا واحد عنده جنينه بحط اثنين هيك. ايه تحت بالكون بالكهرباء ماشي، بتقعدي رايقه يعني ما بتتضايقي من الحشرات، حتى الفراشات الصغار اوقات بيجوا على الاضويه، هيدي بيتخبوا كلهم سوا بقلبها تحت. اوكي، تالت ايتم هو النودو نايفز يلي حكينا كذا مره عنهم قبل، بيجوا بلونين قبل ما انسى، البيستاش والموف، يعني يلي بحب يطلب منهم يحدد لنا اللون يلي بده اياهم. هن معمولين من 7 سكاكين وكل وحده لها الفانكشن تبعها. نسحب يعني منبلش؟ اسحبي بس بعديهم عني وعك تفكري تلعبي فيهم. هيدا يلي عم نشوفه هون اسمه الشيفس نايف، لانه اكثر شيء يستعمل من الشفات، لانه في هيدول الفتحات يلي بنشوفهم بقلبها. هيدول بشو بينفعوا؟ انت عم بتقصي مثلا بصل او يلي لقطي، في كثير اوقات بيعلقوا فوق، بدنا نضطر من ميل تحت تشيلي، صح، بدنا نضطر نترك لنقيمهم لنرجع نكمل. هيدول معمولين خصوصي كرمال يتهووا ما يلزقوا، يعني بيضلهم محلهم كثير منيح للفرن، ومسكته يعني كثير بتريح. اوكي، ثاني واحد هيدا مثل ما بيوحي للباجيت للخبز منشار، فينا نقصهم فيه، معمول خصوصي كرمال او الكيكس الكبار او الباجيتات. هيدا جابانيز نايف، مثل ما شوغان مثل ما مبينين، هيدا شكله هون بينقص كثير منيح للحمه والدجاج والسمك لانه كبير وبيقدر يقص شقف غميقه وكبيره فيه. هيدا ليش هيدا له سر، مثل ما شايفين هون البرميل تبعه من تحت، هيدا معمول خصوصي للساندويتشز يلي محشيين زياده، يعني ان كنا عاملين كلوب ساندويتشز او طالبين شيء دليفري ساندويتش سبمارين حرزانه فيها 100 لاير، كثير اوقات بنقصهم بيفرطوا، يعني بيطلعوا كل الانجريدينتس الطيبين من قلبها لبرا. اذا بدنا نحافظ عليهم بنستعمل هيدا، بتضل كل شيء بمحله بقلبها من جوا. عظيم، هي الرفيعه، هيدي الرفيعه اذا بدنا نحن وعم ناكل نقص اللحمه الدجاج يلي بدنا اياه، هيدا معمول لكل شيء صغير خرج تاكلي فيه. هيدا السكين تبع الجبنه، منقص الجبنه ومنشكها فيها، هيدا معمول خصوصي هيك، وما منحطها بتمنا لانه بيقدر
يقصلنا لساننا اذا سبينا وعملنا شيء. لا ما المفروض هو في سكين على الطاوله للكل واحد بيقص بحط يعني بس بيشهي بتستمتعي انك تحطيها بتمي. واخر وحده وهيدا معمول خصوصي للديكوريشن لك شو براتيك بقلب الايد. في كثير اوقات بنكون عم نحب نعمل ديزاينز بالتقصي فواكه تنقري تعملي عرفتي الديزاينز الخصوصي فيهم خارج الشفات يعني خصوصي للي بيحبوا يعملوا ديكوريشن. واذا بدك تقشري او تفاحه او برتقانه او حيلا شيء كثير خارج الايد صغير وبراكتيكال. لكن هول السبعه وبعد في شغله كثير حلوه فيها انه قلبها معمول من الفايبرز هول يلي معمولين خصوصي كرمال يتصوبنوا، يعني فينا نجليها نشطفها منيح نهويها كرمال ينشفوا، خصوصي كرمال انه نقدر نشكل سكاكين فيها وتضلها نظيفه وهايجينيك، بعدين ما لهم سكاكين محل معين كل واحد يفوت بمحله، مزبوط حيلا كل واحد فينا نشكه اذا مستعجلين مثل ما بدنا. كلهم بنشكهم باي شكل سوري خلينا هلا بتحبيه لانه بلشوا يتقلوا. في كثير اوقات حمله السكين بيكون لها زياح ومحلات خصوصية كل سكينة لها محل مضبوط تعدي ساعة لتحطيهم بهالطريقة حطيناهم كلهم ومهضومين وخلصنا بقى عظيم جدا. هيدي حقها 64 دولار بس اليوم عاملين سبيشل اوفر معها الكيبيز يلي هن خمس اغطية بيركبوا على حيلا كونتينر من تحت يعني حتى ولو الكونتينر شكله كاريه من تحت وهيدي مدورة بتركب عليه. كيف سيستاما معمولة من بلاستيك هون من سكرة فينا نحطها على الكباية. الفكرة انه أوكي. نشد عليها كرمال تعمل فاكيوم وما تعود تسحب كل الهواء ما تعود تنقي حيلا شيء من قلبها يعني اذا برمنا الكبايه ما بينبرميها ببرمها على مسؤوليتك ببرق على مسؤوليتي ما بينزل شيء هي حن الميات جوا مزبوط ما نزل ولا نقطه يعني هيدي معموله خصوصي كرمال اي اكل متبقى وقتها بنسكره كومبليتلي سيلد بهاي بيبقى بنحافظ عليه كثير ايام اكثر من انه اذا حطيناه بالومنيوم او بكلينك فيلم او حيلا من هول. كيف بنفكها؟ بتفكيها بتكبس عليها مزبوط فوالا بيها شوي فات الهواء عليها نقامت كثير براتيك. حتى اوقات في اناني مع ما لهم الكورك تبعهم فينا نسكرهم فيهم كرمال يضاينوا ونحافظ عليهم بالبراد. هيدول سعرهم الكيبيز بلا الاوفر اصلا 33 دولار بس يلي بيشتري النودو نايفز بيطلع لهم الاوفر تبع الكيبيز ببلاش اليوم فري. اليوم بس كل نهار ما ضروري لساعة واحدة. هيدي سبيسيال لإلك غادة طلبتها مرة أنا طيب خلص لا بالعكس خلص مشيت هلا مشيت نحن حبينا هيدي عارفينك هون هي خصوصي إلك. على السريع خلينا نرجع نذكر اليوم بالأغراض بأسعارهم وكيف يقدروا يحصلوا عليهم أكيد. أوكي في عنا الأورجرينيك سيت يلي بيجي سبع قطع فيه سعره 110 دولار. الباك تراب حقها 43 دولار. النودو نايفز اللي سعرهم 64 دولار بيطلع لهم الاوفر تبع الكيبيز معهم واذا بحبوا الكيبيز لوحدها حقها 33 دولار. هولي موجودين بلونين قلنا بلونين البيستاش والموف وحتى الكيبيز موجودين بلونين الاورانج والفير وكلهم هول الابداع بتحصلوا عليهم عبر الارقام المبينه على الشاشه وفي ويب سايت كمان اذا بيحبوا المشاهدين بتفوتوا على الويب سايت يو اوردر ذم اونلاين وبيشوفوا كل شيء كل موجود كل الايتمز اللي عندنا اياهم موجودين على الويب سايت ساعات اللي بدهم بيقدروا يطلبون. ميرسي لك دومينيك ميرسي غادة بنشوفك جمعه الجاي والويك اند لك بريك صغير وبنرجع منتابع.